لا تقتصر مشاهد الاحتفال بعيد الأضحى على الأضحية فقط، فطقوس وتقاليد كثيرة ومتنوعة تنتشر في الدول العربية والإسلامية في هذا العيد. فمثلا في الجزائر أضحية العيد لها أهمية كبيرة، حيث تحتفل بها العائلة الجزائرية بطريقتها الخاصة. فعشية العيد تقوم ربة البيت بإطلاء جبهة الكبش أو رأسه بالحناء فرحا بالمناسبة السعيدة. وفي ليبيا تقوم النساء بتكحيل أعين الأضحية استبشارا بالخير، وفي المغرب يتم تحضير المشاوي من كبد الخروف. أما المسلمون في الصين فيقومون بتقليد متوارث يتمثل في خطف خروف الأضحية في مسابقة قبل يوم العيد، حيث يمتطي المتسابقون حصانا، ومن يمسك الخروف بسرعة يكون فائزا. الخراف هي أكثر أنواع المشية تفضيلا في الأضاحي، وتتعدد أشكالها وأنواعها من بلد لآخر. وبالمناسبة هذه صورة أندر خروف في العالم، حيث يتميز بقرونه الأربعة، واسمه خروف مانكس، ويعيش في بريطانيا.